مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مخلل القرنبيط الزهرة. طريقة كتير سهلة وبسيطة ومخلل معقم وبطريقة ناجحة من اول تجربة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا مي مغلية، غليت المي بالكتل او بتغلوها على الغاز، مهم بتستعملوا مي مغلي. المي المغلي بعقم الكبيس، بتركها للمي المغلية على المجلى لتبرد بحرارة الغرفة. نرجع منكفي مع بعض. بردت عنا المي، عنا هون قرنبيط او الزهرة، هلأ بدي كبسهم انا وياكم. بحط اول شي بالمرتبان كوب خل، هيدا الكوب، بستعمل كوب النسكافيه لكل المقادير. وبحط كمان 3 أكواب مي. راح اعير بهيدي الطريقة المي، كوب اثنين، وبضيف 3 معالق طعام ملح خشن. حط صبغة شي بسيط، هيدي الصبغة خاصة للكبيس، وإذا بتحبوا أنتم من الأفضل تستعملوا شمندر أفضل، بس أنا عشان عم بعمل فيديو ليعطي لون حلو راح استعمل الصبغة. الشمندر صحي أكتر من الصبغة. بخلطهم منيح ليدوب عنا الملح. بس خلطتهم منيح، هلأ بحط القرنبيط. بس تكفي بلاستيك لاستعمله عشان ما تتبغى الصبغة على ايدي. نكبسهم قد ما فينا. كمان برجع بحط باقي المي على الوجه. المي المغلية بتحافظ على تعقيم الكبيس. ضيف بعد شوية مي عشان الكبيس يحافظ على القرشة، ملعقة صغيرة سكر. لأضغط المرتبان منيح، شو بعمل؟ بحط كيس نايلو نسكر الغطاء قد ما فينا منيح، بعملهم بهيدي الطريقة عشان ينخلط السكر وكل شي منيح. وبحطهم بالخزانة بالمطبخ أو على المجلى بقلب صحن بهيدي الطريقة عشان احتياط، إذا نزل ماي من الكبيس ينزل بقلب الصحن ما ينزل على المجلى أو بالخزانة. هيدا الكبيس بتركه 3 أسابيع ليستوي عنا. برجع بشوفكن بعد 3 أسابيع. باي أحبابي. مرحب حبايبي، كيفكن؟ اليوم بدي أشوف أنا وياكن بعد 3 أسابيع شو صار عنا بالكبيس. هلأ بدنا نفتح الكبيسات لنشوف الكبيسات كيف صاروا. بسم الله. هذا الكبيس بعد 3 أسابيع. أهم نقطة، منشيل الكبيس بالملقط أو بالشوكة، ما فينا نشيل الكبيس بإيدنا عشان إذا نشال الكبيس بالإيد بيعمل قشرة بيضة على الوجه. بهيدي الطريقة لما تشيلوا الكبيس بالشوكة أو بالملقط بيبقى الكبيس محافظ على نظافته وعشكله أكيد. واو لونه شو حلو.
بس مثل ما قلت لكم قبل هلا من الافضل انتم تكبسوا الكبيس بالشمندر، ما تكبسوا بالصبغه، بس انا اضطريت اكبس بالصبغه عشان يلفت النظر ويعطي لون حلو. الشمندر ما بيعطينا هيدا اللون الحلو والرائع. بدي دوق حبي شوف كيف طلعت الطعمة والقرشة. واو، عن جد روعة، كتير كتير طيبين، كتير روعة، وطعمتهم بتعقد. محافظين على القرشة مثل ما قلت لكم، وكبيس كتير كتير طيب. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.